قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلونا نروح لدينا ونتعرف منها على اخبار الشوارع والزحمه عامله ازاي دلوقتي في القاهره والمحافظات. يا دينا صباح الفل. صباح الخير يا شادي. صباح الخير يا جمال. فعلا احنا نطمن كمان على حاله الطقس، واعتقد ان الجو فيه ارتفاع طفيف بس في درجات الحراره حاسينها النهارده واحنا جايين. خلونا بس هبدا معاكم عن جوله في احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وهبدا معاكم جولتنا من القاهره. وفي نهاية الأسبوع بتكون في كثافات مرية في أول اليوم ومع نهاية يوم العمل. خلونا هنبدأ جولتنا النهاردة تحديدا من نفق الأزهر اللي فيه انتظام للحركة المرورية وسط سيولة في الاتجاهين. بتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام داخل النفق القادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي. كمان نفس الأمر المتجه من المنيب للأوتوستراد والتجمع، كمان في بعض الكثافات في الاتجاه العكسي القادم من المعادي لمناطق الجيزة. كذلك الأمر اللي جاي من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. ومن القاهرة خلونا ناخدكم في شوارع الجيزة. في سيولة مرية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان. لو رحنا بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير هنلاقي في كثافات مرورية نسبية. أيضا في كثافات أخرى ظهرت على كوبري الجامعة. ولو رحنا المحور صفت فبيشهد كثافة مرية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة القادم من أكتوبر لمنطقة المهندسين ووسط البلد. كمان ياخد باله إن الطريق الدائري مغلق والحركة إجباري في نفق حازم حسن ومنه إلى المحور. كمان في غلق بعض الأجزاء عند مسجد الشرطة بتسبب بعض الكثافات المرورية. وأقول لحضراتكم إن في فتح تجريبي لوسط المريوطية اللي كانت مغلقة مع استمرار الأعمال النهائية لتوسعة الطريق. ونروح للإسماعيلية وهنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق. أما المتجه إلى بورسعيد ففي سيولة مرية في طريق الإسماعيلية. في طريق الإسماعيلية بورسعيد هنلاقي كمان في سيولة مرية كبيرة وخاصة على طريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية. ونروح معاكم لمحافظة سوهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي طريق عندها بيشهد كثافات نسبية. نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرية. في بعض الكثافات المرية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة في أيضا كثافة نسبية، وفي كثافات نسبية عند طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في كثافات مرية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ومن جولتنا المرورية خلونا ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهارده في انخفاض طفيف درجات الحراره والطقس هيكون معتدل النهارده على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه. في شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد. في النهارده فرص امطار خفيفه على جنوب الوجه البحري وامطار متوسطه على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري. أمطار كمان متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 28 وأعلى درجة حرارة هتكون في أبو سمبل 36 وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 22 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.